السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنخدم معكم هذا الدرس بالعقيق، تيجي زوين وسهل في الخدمة، نتمنى يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح إن الإعجاب ديالكم. أنا خدمته هنا من قبل في هدلكم غير باش يبان لكم كيفاش جا، ودابا إن شاء الله غنخدمه معكم هنايا من الأول. نبدأ بسم الله. أنا هنا بارمة الحرير على ثلاثة الشعرات، غنخدم بالبرة النمرة 6 أو النمرة 5 بحال بحال. غنستعملو هاد العقيق النمرة 3. أنا دائما كنسبق الملاقية ديالكم هي الأولى، كنلاقيو لكم من هنا، تلاقيو بأي ملاقية بغيتو، ومن بعد تتنشبو لكم، تنشبوه بخيط يكون في اللون ديال التوب، ونحاولو ما يبانش لينا الخيط من هنا. ونبداو نجيو للبلاصة في الملاقين ونهزو هاد العوينة. اول حاجه تنسبقوا في هذا الدرس هي الحبكه، تنديروها هي الاولى، تجي زوينه في الدرس وتتعاوننا باش يجينا الدرس كله قياس واحد. نشد هنا في التوب، نهز هاد العوينه، نعاود نشد في التوب، وتندخل الابره في هاد الخويط اللي كاين ما بين هاد الضربه وهاد الضربه. تنبقاو نشدو في التوب وندخلو البرة في هاد الخويط اللي ما بين هاد الضربة وهاد الضربة. هادي هي الحبكة، تنسبقوها هي الأولى، عاد غنبداو هاد الدرس. نهز هاد العوينة هادي ونشد في التوب ونهز هاد العوينة. هذه هي الحبكه، غنبقى غاديه بهذه الطريقه حتى نخدم واحد شويه فاش غنوري لكم الدرس، ومن بعد نكمله. صافي، انا خليت هذا الخيط حتى من بعد عاد نكمل الحبكه. ركبت خيط جديد، نجيو لهنا الاول عوينه هنا في الحبكه، نثبتو هاد الخيط، نهز هاد العوينة ونخدم في هاد الحبكات. غنخدم 5 ضربات، ها وحدة، ها جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. نخلي هنا جوج عوينات، وحدة جوج، ونشد هنا في الثالثة، نخلي هاد الخيط شوية مطلوق، نعاود نرجع لهاد العوينة، تنضوبلو هاد القوس صافي ونعمرو. أنا مع خيط ملكم الآخر جاتني هنا 12 حبكة، غنعمر ب12 ونحولو هاد الحبكة نرخيوها ما نزيروهاش. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اثناش. تنخليوها مرخية شوية لحقاش باقي غنخدمو فوقها باش ما تجيناش الخدمة مزيرة. ملي تنكملو التعميرة ديال هاد القوس نجيو لهنا للحبكة، نخدم في هاد العوينة ونعاود نخدم في هادي اللي حداها، نرجع لهاد العوينة اللي بين هاد الضربة وهاد الضربة نخدم فيها، ونجي لهنا للقوس تنهز في هاد العوينة الأولى، نرجع نخدم في هاد العوينة، وملي نكون راجعة تنخدمو هنا، نعاود نشد هنا في القوس ونرجع لهاد العوينة.
تنديروا الملاقيه ديال واحد وكنشدوا في هذا القوس. انا قربت لكم اخواتي مزيان، نشد في القوس، نرجع لهاد العوينه، نعاود نخدم هنا في هاد العوينه ونشد في القوس. تنبقاو غاديين بهاد العوينات اللي في القوس وحده ورا وحده. نخدموا هاد العوينه ونشد هنا في القوس. كنضربوا هاد العوينه، نرجعوا نخدموا فيها ونشدوا هنا في القوس. صافي تنبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى تندوروا مع هاد القوس كامل. درنا في الاول 12 حبكه. دابا هنا ملي غنكونوا دايرين مع هاد القوس غتجينا 11 عوينه. نشد هنا في القوس، نرجع نخدم في هاد العوينه. ملي نكون نازله نخدم هاد العوينه وعاد نجي لهنا للقوس. ملي نوصلوا لهنا ندوروا هاد الدرسه بحال هكا ونبقاو غاديين كنخدموا في هاد الملاقية. ملي تنوصلوا لهنا الا تزيرت لينا هاد الحبكه اللي في القوس كنقز واحد العوينه. في الاول درت 12 حبكه وهنا ملي غنخدم فملي تنوصلوا لهنا تيتزير لينا هاد القوس بهاد الملاقيه كنقز واحد الضربه. ماشي مشكل، ما تزيرش لكم القوس ما تنقزوهاش. المهم ملي غنوصل لهنا غنشد في اخر حبكه هنا في القوس هنا. ملي تنشد في اخر حبكه ما غنجيش لهنا لهاد العوينه، غنجي لهنا لهاد الحبكه باش نلاقي هاد الملاقيه اللي انا جايبه نلاقيها هنايا مع هاد الحبكه. نشدو هنايا في الحبكه وعاد نرجع لهاد العوينه ونجيب هاد العوينه حتى هي نلاقيها هنا في الحبكه. صافي، هذه هي الخدمه الاولى اللي تنديروا هاد القوس. ودابا من هاد الضرب اللي ضربنا هنا غنرجعوا لهنا لهاد القوس، غنخدموا في اول عوينه عندنا. غنبداو دابا نخدموا في الدرس ديال جوج، نرجع لهاد العوينه، نهز هاد العوينه هذه ونجي لهنا العوينه اللي حداها، نهز هاد الخيط اللي كاين هنا ونرجع في هاد الرويس هذا ديال هاد السنينه الاولى. صافي، ونهبط مع هاد جوج ضربات، وحده ها جوج، نشد هنا في هاد العوينه ما تنخليو حتى حبكه. مباشره غنبداو الدرسه الثانيه، نهز هاد العوينه نشد هنا نرجع لهاد العوينه ديال هاد السنينه الاولى. صافي، نهبط مع هاد العوينات نخدم هنا في هاد العوينه اللي حداها ونبدا هنايا هاد الدرسه الاخرى ما تنخليو حتى حبكه ما بين هاد الدرسه وهاد الدرسه. ندوز العوينه الاخرى، نهز هاد الخويط اللي كاين هنا ونرجع في هاد العوينه. المهم هاد الخدمه تنديروا هاد الدرسه ديال جوج، تندوروا مع هاد القوس كامل.
وغادي بهذه الطريقه حتى نكملوا هذا القوس كامل بهذا الدرس. نشد هنا في هذه العوينه، انا هنا تقادير ليا هذا الخيط، ماشي مشكل الا تقادير لينا الخيط هنايا، نركب فوقه خيط جديد. انا مركبه هنايا الخيط من قبل، نجي لهنا لهاد البلاصه فين تسالي لينا الخيط. بالنسبه لكم نتوما اخواتي راه ديروا الخيط طويل، انا تندير الخيط قصير غير لحقاش التليفون قريب ليا، ما تنسبش كيفاش نهز ايدي. نتوما راه ملي غديروا الخيط طويل راه غتكملوا هاد الدرسه كامله، غتكمل لكم الا طولتوا الخيط. انا ركبت فوق الضربه الاخرى اللي بقات ليا، غنرجع نكمل تنهزوا هاد العوينه، نجيو لهنا نرجع لهاد الخويط هذا نخدم فيه، نهز هاد الرويس، نرجع مع هاد العوينات وحده ها جوج، هذا الدرس ديال جوج. ونجي لهنا لاخر عوينه هنا في القوس غنخدم فيها صافي. خاص هاد القياس يجينا بحال هكا، جاوني هنا خمسة درسات صافي. غنقطع هاد الخيط، كملنا هاد الدرس وضربت هاد الضربة هنا في القوس. دابا غنجي لهنا للحبكة وغنخدم. بالنسبة لهنا باش نبداو هاد الدرس الأخرى كنحسبو من هنا، من هاد العوينة اللي شدينا فيها هاد القوس غنحسبو 11. عندي ها وحدة جوج ثلاثة أربعة، نخدم ها خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة ها 11. كنخدمو 11 الضربة هنا، خمسة كنخدمو فيهم هاد الدرسة من هنا، وخمسة كنخدمو فيهم من هنا، وكتبقى لينا الوسط واحد العوينة. وخا كنخليو هاد 11 الضربة، فملي كنخدمو يلاه كيجينا الدرس على هاد الشكل. كتبقى لينا ما بين هاد الدرسة وهاد الدرسة غير ضربة وحدة الوسط. دابا هنا ملي خدمنا هاد 11 العوينة، هنا غنخليو جوج عوينات ونشدو هنا، هنا فين غنبداو الدرسة الأخرى. المهم انا وريت لكم القياس اللي كنخليو ما بين هاد الدرسه وهاد الدرسه، كنحسبو من هنا من هاد العوينه اللي دخلنا فيها هاد القوس كنحسبو 11. هنا كنشدو كنبداو. المهم انا غنكمل هادي من بعد، غنرجع نكمل معكم هادي. بالنسبه لهنا ملي كنبغيو نركبو العقيق فكنديرو الخيط غير على جوج، لحقاش هنا ملي تنديرو هاد القوس كنضوبلوه، الا درناه على ثلاثة وضوبناه فتيجينا هذا الدرس غليظ بزاف. المهم انا درته على جوج، غنخدم بهذا البره النمره 11 باش يدوز ليا من هذا العقيق. بالنسبه للعقيق درنا العقيق النمره 3، انا درت هذا العقيق على ديال الخيط. نجي لهنا لهاد العوينه الاولى اللي كاينه هنا، نثبت هذا الخيط، غنركب عقيقة، ونجي لهنا لهاد الرويس ديال هاد الدرسة. في اللون نزيرو هاد الخيط، نخليو غير قياس هاد العقيقة، ونرجع لهاد العوينة. هاد الخيط نرخيه واحد شوية باش يجينا داير بالعقيقة، ونرجع لهنا نفس العوينة ونعود نرجع في نفس العوينه كنخدمو. دابا ضوبلنا الخيط على ثلاثة، ولكن مع ديرينو غير على جوج فتيجي رقيق وتيجي زوين. غنعمرو هاد القوس ونحسبو في الاول هاد العدد ديال الحبكات باش نمشيو عليه في الاقواس كاملين باش يجينا الدرس كله قياس واحد. ها جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة
8. نعود نشد هنا في نفس العوينة ونركب عقيقة، نجي لهنا نرجع لهنا، هاد الخيط نخليه شوية مطلوق ونرجع لنفس العوينة. بالنسبة لهاد الضربات اللي تنضربو هنا في هاد العوينة، نحاولوا ما نجيبهمش فوق بعضياتهم، نكحزوهم لبعضياتهم باش ما يجيوناش تبان الضربة غليظة. نرجع هنا ونعمر القوس، انا عمرت هنا بثمانية الحبكات، القوس الاول جاوني فيه 8، غنبقى نعمر بثمانية. تنعاودو نشدو هنا في نفس العوينة باش نثبتو هاد التعميرة ديال القوس، صافي، ونركب عقيقة، نجي لهنا نحاولو نزيرو شوية هاد الخيط، نرجعو لهنا لهاد العوينة هادي، هاد الخيط كان رخيو باش يجينا داير بالعقيقة، ونرجع لهنا نفس هاد العوينة اللي شدينا فيها في الأول، كنضوبلو هاد الخيط ونرجع لهنا نفس هاد العوينة. ضروري أخواتي هاد الخيط نديرو على جوج شعرات باش يجيونا هاد القواس زوينين، وتدوزينا حتى العقيقة ما تتمحلناش. 3 4 5 6 7 8. نعود نشد في نفس العوينة ونركب عقيقة، نجي لهنا لهاد العوينة ديال هاد الضرسة هادي، نجي لهنا لهاد الخويط، راه باينة لينا هاد العوينة، نخلي هاد الخيط داير بهاد العقيقة، نرجع لهنا لنفس العوينة ونعاود نرجع لنفس هاد العوينة اللي شديت فيها من قبل، صافي، ونعمر هاد القوس 8 الحبكات. نشد هنا في نفس العوينة ونركب عقيقة. بالنسبة لهذا العقيق يمكن لكم تديروا حتى أكثر من لون واحد، تيجي زوين في هذا الدرس. نرجع هنا نخلي هذا الخيط شوية مطلوق، ونرجع هنا نفس العوينة، نعود نرجع هنا، واخا كنضوبلو هاد الخيط مع دايرين غير على جوج شعرات فتيجي مزيان. نعمر دابا القوس 8 الحبكات باش عمرت في الاول، غنعمر بهم دابا 3 4 5 6 7 8. نشد في نفس العوينه، صافي، نركب هاد العقيقة هي اللي بقات لينا، تيجيونا 6 العقيقات. نجي لهنا نرجع لهنا، نجي لهنا لنفس العوينة، نحاولو نديرو هاد الخيط يجينا داير، نرجع لنفس العوينة ونعمر القوس، تنديرو 8 الحبكات. انا في الاول درت في القوس الاول 8 الحبكات وبقيت غادية بنفس العدد باش يجينا الضرس يبان قياس واحد وتيجي زوين. صافي، نشد هنا في هاد الحبكة باش تنثبتو هاد القوس ونخدم هاد العوينة. صافي، هاد الخيط تنخليه هنا، وحتى تنخدمو هاد الضرسة
عاد كندوزو بهذا الخيط الرقيق والعقيق تيجينا على هذا الشكل، وراه ساهل في الخدمه وتيجي زوين. بالنسبه الى بغينا ضرس بالعقيق، كنا خادم من نصف توق في العقيق فتيجي هذا الضرس تابع ليه. المهم هذا هو الدرس اخواتي، نتمنى يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش دائما الى عجبكم الفيديو الضغط على زر الاعجاب، ولا كنتو اول مره غتشوفوا القناه فمرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.